لازم نتقبل وندعم الرقابة الشعبية. ولما نشوف يعني ناس يا دي كومبليسيتي عندي في الولاية ولا في الدائرة ولا حتى ما بين المنتخبين، العدالة موجودة ولا واحد فوق العدالة. بغى مسير موظف منتخب، العدالة من العدالة للجميع. واللي ما هوش أهل بالأقل المواطن غدوة يعرف على من ينتخب، يعرف على من ينتخب، ينتخب اللي يصلح له الوضع نتاعه، مش واحد يجيه اليوم وخمس سنين بعد ما عاودش يرجع له. هذه بصفة عامة بالنسبة للتنمية المحلية. احنا رانا ندرسوا حاليا، ربما ان شاء الله من نهاية السنة تكون توضحت المعالي نتاع الشيء اللي نطمحوا ليه من تغييرات وتركيز على اللامركزيه.